يسعد اوقاتكم اصدقائنا. اليوم رح نشوف مع بعض طريقة تجهيز وتشغيل انفرتر شمسي للعمل وصله على التغذية الكهربائية بطريقة مبسطة. رح نبدأ بالمكونات اللازمة. عنا كابلات من نوع المفرد الشعري بمقطع 10 مليمتر مضاعف لربط الانفرتر بالبطاريات. عنا كمان كابلات بمقطع 4 مليمتر من نوع المفرد المجدول، رؤوس كابلات قياس 825، رؤوس كابل 4 ملم، هاتش رينج. عنا قواطع AC للدخل والخرج، قاطع DC للبطاريات. انتقل للأدوات المستخدمة بعملية التوصيل. عنا زلاطة كابلات، مشد كهربائي متعدد العزوم مع جوزي 13 ملي، مجموعة بانسة وقطاع وفكات ومشرط، كباسة روس كابلات صغيرة، مكبس كابلات كبير. رح نشوف هلأ كيف عملية التجهيز.